أما هلأ بننتقل من مساحتنا الثقافية لمساحتنا الطبية لليوم، ورح نحكي فيها عن أكثر أنواع السكري شيوعا، وهو سكري النمط الثاني الناتج، ما تعريفه وكيفية علاجه، وما هي آخر الدراسات حول هذا النمط من السكري. كل هاي المعلومات رح يحكي لنا عنها الدكتور زياد زودة، الاستشاري في أمراض الغدد والصم والسكري. يسعد صباحك. صباح النور، صباح أهلا الخير وسهلا فيك. دكتور، صباح الحمد لله على الخيرات. السلامة، اشتقنا الحمد لله، لك. أنا كمان اشتقت لكم. دكتور خلينا نبلش ونعرف ما هو النمط من مرض السكري. أكيد بحلقات قبل حكينا عن النمط الأول، ولكن اليوم خلينا نتوسع أكثر عن النمط الثاني. نحن النمط الثاني ليه هو الأكثر شيوعاً، وهو اللي بيصير بالعادة على كبر، لأنه في عنا الخلايا بتفرز الأنسولين، عنا كمية أنسولين بتكون مانا كافية، وزيادة الوزن لأنه عدد المستقبلات اللي بيشتغل عن طريقة، لأنه الهرمون حتى يشتغل بده شيء يستقبله اسمه مستقبلات، عددها محدود. بس تكبر الخلية، يعني بس تتضخم، بعبارة أخرى بس يزيد الوزن، الخلايا كلها بيزيد حجمها، معناته عدد المستقبلات رح يقل، وبالتالي الأنسولين اللي هو بده يحمل الطاقة يحمل السكر ويفوته على قلب الخلية ما عاد يقدر، بيرتفع السكر بالدم، بصير في شيء عنا اسمه السكري النمط الثاني. احنا ليش بنسميه التايب 2 او النمط الثاني؟ لانه بصير كان بالاول يصير بعد ال 40 سنه، هلا عم يصير باعمار صغيره، لانه عم يزيد وزن اطفالنا وشبابنا وشاباتنا بعمر اصغر واصغر، نمط حياتنا عم يسوء اكثر. هذا بدي اسالك عنه، يعني سبب زيادته بالفتره الاخيره هي البدانه، فينا نقول ويعد الاكثر شيوعا، يعني الاكثر انتشارا طبعا، لانه عم يزيد الوزن اكثر واكثر. نور، عم ناكل اكل فيه حريرات اكثر، عم نتحرك اقل، وبالتالي عم يزيد الوزن. يعني الفاست فود، الاكلات الجاهزه، والكريمات، وشو بدي اقول لك، والمشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، هي كلها يعني مواد مصنعه فيها كثير سعرات حراريه، فيها سكر، وفيها كمان شيء ملون، عم بتعمل اضطرابات هرمونيه، غير انه عم تزيد الوزن. يعني ما في شيء مفيد على الاطلاق. يعني بيجوا عندي على عيادات اهل جايبين اطفال، دكتور ما بياكلوا شيء، طيب بس بياكلوا بسكوت وبياكلوا شيبس وبيشربوا كولا وبياكلوا فاست فود، هي بيقدروا ياكلوهم، بدنا نمنعهم عنهم حتى يقدروا ياكلوا الاكلات يلي بتفيدهم. بتفيدهم، صحيح دكتور. طيب النمط الثاني هو اكثر شيوعا مثل ما ذكرت، هو الاكثر كمان خطوره، لانه بيجي بوقت يعني على كبر، واللي ضرب ضرب واللي هرب هرب مثل ما قلنا، وعلاجه يمكن محدد، ولكن نسبه شفائه خلينا نحكي. هلا ليا، خلينا نحن نحكي شوي صغير. شفاء لهلا لسه ما في شيء اسمه شفاء من السكر. شفاء يعني هلا مثل هو مرض مزمن، مثل الضغط، مثل يعني دكتور انا بيخلصوا العلبه بعدين ما عاد بيتمموا العلاج. العلاج ما نوع علبه، نحن والعلاج ما نوع بس دواء، ما نوع محدد كمان، صح؟ ما نوع دواء. حتى هيك نشرح شوي لمشاهدينا، نحن عندنا ثلاث شغلات، عندنا دائره فيها ثلاث مثلثات، حتى تكتمل الدائره بدهم يجتمعوا ثلاث مثلثات، مثلث منهم هو نمط غذائي متوازن. شو يعني متوازن؟ بدنا خضره كثير، خضرة الموسمية، بدنا نبعد عن كل شيء بلاستيكي، نبدأ في الوجبة يعني الهرم قاعدته يلي هو كبيرة، قاعدته الخضرة، اتباع النظام الأساسي للهرم الغذائي، يعني تماماً. متى ما اعتمدناها هي عملية صحيحة تماما. الشغلة الثانية هي الحركة، بدنا نص ساعة مشي، والدواء بالدرجة الثالثة، بدنا نجتمع مع بعض. هلا الدواء في عنا عدة أدوية ممكن نعطيها وقت تكون عنا زيادة وزن، مثلا الميتفورمين، تركيبه ميتفورمين، ما عم بحكي على اسم تجاري، لانه في ادويه تجاريا اسمها ميتفورمين. نحن عم نحكي على اي دواء تركيبه تنظيم السكر، ميتفورمين بنظم السكر. في ادويه تركيبها جليبتينات، فيلدا جليبتين، سيتا جليبتين، كلها هي بتساعدنا. وفي كمان ممكن نعطي ادويه محفزه لافراز الانسولين من غده البنكرياس، هي كمان بتساعد. بس الطبيب هو اللي بده يعطي، لانه مو انه مثلا انا عم باخذ الدواء جا صار مع جاري وصار مع رفيقي صار مع ابن عمي، الاستشاره الخاطئه بعطي نفس الدواء. غير كل جسم بده العلاج المناسب. هلا في شيء بدنا نحكي عليه كثير مهم، نحن في عنا مضخات للانسولين، كانت قبل الازمه موجوده، وقت الازمه وقفت الشركات، هلا من جديد رح ترجع تجي على البلد، وهي شغله كثير مهمه. مضخه الانسولين
بتريح كثير، نعطيها كثير للتايب 1 بس ممكن نعطيها للتايب 2 وتصير نحن نحتاج لاعطاء الانسولين. ليش شو الاختلاف بين النمط الاول والثاني اذا فينا نقول دكتور؟ نور النمط الاول ما بيكون في افراز للانسولين على الاطلاق وبيجي السكر بسرعه لانه في عنا شيء اسمه الضادات بتهاجم، بيكون في عنا خلل بالمناعه الذاتيه تبع خلايا لانجر هانس يلي بتفرز، بيكون فقط محصور هالشيء بالغده غده البنكرياس. ما عاد في افراز من خلايا بيتا لهرمون الانسولين، بيجي بشكل مفاجئ وسريع وهذا علاجه حصرا بالانسولين. نعم. هلا بيجي اكثر شيء عند الاطفال والعامل الوراثي خلينا نقول بين قوسين هو قليل، يعني خلينا نقول 10% 20% فقط، بينما العامل الوراثي بالنمط الثاني اكثر بكثير وتختلف طريقه العلاج. يعني كل اثنين واحد منهم رح يصير معه سكري. نعم. إذا الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت معه دكتور سكري. بنسمع كثير إنه يا حرام معه سكري جته صدمة أو مات حدا من قرايبينه صار عنده صدمة صار معه مرض سكري. هي هذا الشيء قديش صح؟ ما هو صح. وهذا الشيء إنه لا لا أحكي لإلك ليا ونور ولكل المشاهدين عبر الإخبارية. نحن في شيء بيجي على فرح كله بيجي على زعل. كله بيجي على زعل طبعاً. معناتها نحن إجا الضغط على زعل. وجيته الغدة على زعل وجاء السكري على زعل وهذا ما نو وراثة، هذا جاء رعبة، يعني هي بنسمعها كل يوم تماما، يعني هذا ما نو منطقي ولا له أي أساس من الصحة. نحن الوراثة من وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل. طبعا نمط حياتنا الغير صحي بيلعب دور انه يفاقم الحاله اكثر، يمكن الحاله النفسيه الحزينه او المضطربه هي بتحفز المرض لتفاقم الحاله. نحن عندنا كاسه مي مليانه بتجي نقطه مي بتطفي الكاسه بس الكاسه مليانه، يعني نحن لانه زعلنا دكتور باكل انا اللي بدي اياه ما بصير معي شيء، بس ازعل بس ما تزعلوني اوعكم تزعلوني، زعلتوني بصير معي سكر. هلا يعني هي مثل الشماعه يلي نحن هي ما له منطقي على الاطلاق. طيب دكتور، يعني رغم تطور البحث العلمي بشكل كتير كبير ما في علاج كامل وشافي لمرض السكري، خلينا نحكي يمكن نعطي بعض النصائح للحفاظ على معدل السكري بأجسامنا. لكل نحن نور ما بدنا نعتمد فقط على السكر على الريق، دائما أكثر المشاهدين بيقيسوا السكر على الريق مرة بالشهر ما له قيمة، نشوف السكر بعد الطعام بساعتين يكون أقل من 160 ميلي جرام، على الريق أقل من 125 ميلي جرام، ونعمل شيء اسمه مخزون السكر، السكر التراكمي بسموه الخضاب السكري بده يكون تحت 7%، هي شغله كثير مهمه. العلاج عم يتطور وهلا في شيء، يعني كنا نعطي اول شيء ابر وهلا موجوده بال يعني بالصحف الفضائيات انه نزل دواء بالامارات وكانه الامارات هي احسن بلد بالعالم. الحكي ما انه صح، ما انه مضبوط، ما انه منطقي. نحن في الشركه كان في دواء نعطيه مره بالاسبوع يخفف من مقاومه العمل الانسولين، هلا صار في نوع من شو بدي اقول لك حديده هيك قدها عم نزرعها موجود فيها هالدواء، بس هذا بنعطينا النمط الثاني حصرا ومو انه لقينا علاج نحن للسكر وما عاد بدنا انسولين وهذا. عم شوفوا الفضائيات كثير وبوسائل التواصل الاجتماعي لكل ما عم يشوف هي استغلال عواطف الناس، لانه دائما بيقول لك مرض السكري مخيف. بالامارات على فكره ها بكل بلدان العالم ما في، بس بالامارات لانه بيجربوا هن على الشعب اللي هيك الذكي كثير مثل تبع الامارات بالخليج معهم مصاري كثير بس هون ما في مخ بنوب. ما في مخ بنوب. نعم دكتور، كمان من التفاصيل يلي كثير لازم نتطرق لها ونحكي عنها وتكون يمكن اكثر توعويه خلال حديثنا مع حضرتك للناس، كمان مثل ما قلت غير الدواء في كثير من الاعشاب، في كثير من الاطعمه بينزلوا لك فيديو على الفيسبوك وبيسوقوا لمنتج او بيسوقوا لنبته محدده وخلص العالم بيسكر مخها، خلص ما عاد بدي دواء، انا بدي صير واظب على هذا الشيء. يعني خلينا نحكي هدول التفاصيل قديش هي خاطئه، خلينا نحكي انه كل جسم له علاج محدد ولكن ما بيختصر على علاج واحد. ليا بدي احكي على الاعشاب، نحن الأدوية المهمة يعني في شركات بالعالم كتير مرتبة وعاملة أدويتها من الأعشاب، بس هون أخذين نحن خلاصة المفيدة للعشب معمولة بشكل كبسولة مو كاملة سكر. تمام. لأنه مو كل العشب هو، في أعشاب كتير ضارة، يعني الفطر نحن اللي بناكله الشامبينيون اللي بنعمله سلطات وبنعمله في منه ضار، مو بس ضار مميت سام، معناتها ليس كل عشبي هو آمن. مثلا ورق الزيتون يلي بيغلوه وبيشربوه هي وطعمته مره ضار للجسم،
يعني هي كل يوم دكتور انا غليت ورق الزيتون وشربته يعني، وكل يوم بيطلعوا لي بخلطه شكل هذا مانو ابدا صحي. نحن كثير مهم ناكل الخضار اللي بناكلها كلنا وطيبه، بس التبوله كثير طيبه، نعمل تبوله كثير، زيت يكون قليل، زيت بلدي زيت زيتون بس بكميه قليله، مع الخس مع الملفوف نعمل محاشي يالونجي، نعتمد على اكلنا الطيب، نكثر الخضار الموسميه قدر الامكان بالمحافظه على القشور كمان ما نقشر طبعا طبعا طبعا. حتى الباذنجان مثلا قشره كثير طيب، البطاطا نحن بنقشرها لا البطاطا بقشرها ما نقليها، المقالي بدنا نبعد عنها، نحطها بالنار بنخليها تغلي 10 دقائق بنقطعها قطع سميكه ونحطها بالفرن، بس ما يكون اكلنا بس نشويات، يعني مريض السكري ما انه محروم من النشويات، النشويات مسموحه بس بكميه معتدله بكميات محدده، يعني نظام غذائي محدد. يعني نحن بدنا الخضار الموسميه تكون موجوده، البقدونس الملفوف هلا مثلا بندوره والخيار هلا شتويه كله بلاستيكي نبعد عنه. طب دكتور خلينا الجرجير الخبيزة الهندبي كله هلا كله الشيء الاخضر هلا موسمه اصلا يعني الخس كل الحشائش. طيب دكتور خلينا نحكي عن نظام غذائي للاطفال المصابين للاطفال المصابين بمرض السكري، يعني كثير من الاهالي مثل ما قلت مثلا بيقولوا لك اولادنا ما بياكلوا هالقد اولادنا، وبنفس الوقت بيقول لك ما بدي احرم ابني من هدول القصص، حرام بعده صغير حرام بعده صغير ولسه ما شاف شيء، فقديش فينا نلعب بالنظام الغذائي للاطفال ونخفف من السكريات بحياتنا اليوميه؟ نور النظام الصحي هو منيح للكل اللي معه سكر واللي ما معه سكر، كثير مهم للبيت كله، يعني نحن ما اذا جبنا على البيت والله انا عوامه وهالاكلات يلي مليانه كلها سكر وبدي بعدين انه حرام هو عم يشوف اخواته ما بدنا نجيب على البيت تمام؟ وبعدين المحليات الصناعيه اللي بيحطوها بعض الحلويات والملونه كمان بيحطوا للحلويات بيقولوا هي خصوصا للمريض السكري، يعني في مربى مثلا لمريض السكري، في شو بدي اقول لك حلاوه لمريض السكري، في حلويات هي كلها غير صحيه، لانه حتى المحليات بكميه كبيره يعني على الفئران اثبتت انه ضاره، مشان هيك نحن بدنا نبتعد عنها، ناكل الفواكه نعتمد على الفواكه هي تكون، واذا بدنا ناخذ قطعه مثلا ناخذ قطعه بيتي فور ناخذ قطعه كيك او شيء بيكون فيها كميه السكر وهي قليله، ولكن يعني الطفل ما فينا نحرمه بشكل كامل، يكون دائما بشكل متوازن بنعطيه وقتها، يعني بشوف طبيبنا وبنعطيه. بس المشكله ما حدا بيتبع هي النصائح بشكل كامل، يعني بيقولوا لك انه اي جدك كان يفطر الصبح صينيه هريسه وما يصير له شيء، هلا كانوا بالاول يعني نظام نور يمشوا كثير كثير، كانوا يتحركوا كثير، ما كان في سيارات ما كان في وسائط نقل، وكانت يحرقوا بعدين كانوا يتغربلوا، يعني كل هلا جدي وستي جابوا مثلا 15 شخص راح منهم خمسه مثلا، يعني تجي جائحة يجي حمى يجي يصفى القوي هو اللي ضل موجود، معناتها احنا ما فينا، الطب تطور كثير وصار حتى اللي بيجي كثير ضعيف نقدر نخليه، بس احنا ما بنقول لانه جدي وستي كان هيك وكان يدخن وما كان يصير معه وكان يرجل، انا ما بدخن بس بارجل يعني هي كمان دكتور في كمان شيء، هلا نحن عم نحكي بلسان القصص الشائعه لنوضحها اكثر، مثلا الشوكولا هي غير مسموحه بشكل يعني مطلق على المريض السكري وخاصة الحالة الثانية اللي هو المزمن، ولكن بيقولوا دارك ما فيها نسبة من الحلو، فهي منيحة الدارك، فنحن فينا نصفق لوح شوكولا دارك. لا الدارك أنا مع يعني بس مو لوح كامل، لا يعني الشوكولا المرة الدارك بالعكس مفيدة لكل العالم، بس بكميه صغيره ما بيكون فيها سكر، بس ومرض السكري فيهم ياخذوا؟ ايه فيهم ياخذوا بس بكميه حلو. صغيره تمام، معناتها يعني هذا الشيء صح، ايه ياخذوا قطعه شوكولا دارك ما في مشكله، بس ما ياخذوها على معده فاضيه، يعني ياخذوها بعد الاكل، ياخذوا دائما خضار وياخذوا قطعه شوكولا دارك ما في مانع. نحن الشوكولا في عندنا هرمونات اسمها هرمونات السعاده تطلع بالجسم، الاوكسيتوسين السيروتونين الدوبامين، الشوكولا واحد من الاكلات اللي بيرفع هرمونات السعاده. خلينا نبعد عن الفاست فود وناخذ قطعه شوكولا دارك افضل، انا ما علي ونعمل شويه رياضه، بس كمان الموسيقى الحلوه كمان مثل مثلا الاوبرا اللي نحن فيها الصرح العظيم كثير، كمان نسمع موسيقى حلوه كمان بترفع هرمونات السعاده، كمان المحبه بين العالم كمان بترفع السعاده، كثير امور ممكن نساويها
بترفعنا بالاضافه للشوكولا. اضافه للشوكولا، مصممه على الشوكولا. ميرسي دكتور، نحن كثير بنتشكرك عن جد. دائما يمكن حديثنا بيفيد كل الناس وكل المشاهدين، وبيستنوا دكتور زياد ليطل ويعطيهم نصائح مهمه. شكرا كثير لك دكتور. انا بدي اتشكركم كثير، لو انه دائما الفقرات تبعي كثير صغيره. لا الوقت معك دغري بيخلص بسرعه دكتور. شكرا كثير لك دكتور زياد. شكرا لكم، نهاركم سعيد. شكرا كثير.